مسألتين كده من شيت 2 واحل في على ستاندينج ويفز يعني من شيت 3. تمام، هو انتوا سامعين كده ولا محتاجين استخدم المايك التاني كمان؟ طيب هو المايك بس ما بيطولش هنا فهتكلم هنا. طيب هعمل ريفيو سريع اللي اخدته في الليكتشر. اول حاجه قبل ما ابدا هايجينز برنسبل، كنت عايز بس افكركم بالويف فرونت، والويف فرونت ده هو السيرفيس اللي بيمر باللوكس بتاعت الكريستس بتاعت الويف. فانا كان عندي بوينت سورس، البوينت سورس احنا عارفين البوينت سورس بيخرج سفيريكال ويف في كل الاتجاهات، فانا هرسم عند كل اتجاه مثلا هرسم ساينوسويدال وهشوف النقط اللي عندها الكريستس اللي هي السيرفيس بتاع الويف فرونت بيمر بيها، وهرسم سيركل يبقى هي دي الايه الويف فرونت بتاعتي. ده كده الويف فرونت. طيب هايجينز قال ايه في البرنسبل بتاعه؟ قال ان اللايت ممكن امثله عباره عن ويف موشن بدل ما تكون بارتكلز ستريم اوف بارتكلز. النقطه دي مهمه، ممكن مثلا في الامتحان مثلا لو جيت سالتك هايجينز برنسبل بينص على ايه، ان الويف ان اللايت عباره عن ويف موشن ولا ستريم اوف بارتكلز ولا دواليتي ما بين الاثنين. فلا، هو هايجينز برنسبل بيقول ان اللايت عباره عن ويف موشن، حركه ويف. تمام. طيب هايجينز برنسبل بيقول ان اللايت ممكن نمثله بويف موشن، ولو انا عندي ويف فرونت اعرف مكان الويف فرونت الجديد هيبقى فين. طب هو يعرف الكلام ده ازاي؟ قال همثل كل نقطه على الويف فرونت اللي عندي اكنها سكندري بوينت سورس، سكندري بوينت سورس، واحنا عارفين البوينت سورس بيخرج سفيريكال ويف، فانا هسمي الويف اللي خارجه من السكندري بوينت سورس دي هسميها ويفلت. يبقى تاني ما تلخبطوش بين الويفلت والويف فرونت. الويف فرونت هو السيرفيس اللي بيمر باللوكس بتاعت الكريستس بتاعت البوينت سورس او بتاعت الاوريجينال ويف. تمام. طيب هايجينز برنسبل قال انا عندي ويف فرونت اقدر اعرف مكان الويف فرونت الجديد. قال هيعرفوا ازاي؟ هيعرفوا ان انا همثل كل نقطه على الويف فرونت اللي عندي دي اكنها سكندري بوينت سورس، والسكندري بوينت سورس دي هتخرج ويف، والويف بتاعت السكندري بوينت سورس هسميها ويفلت. فانا عندي الويف فرونت ده همثله بكذا ويفلت، والتانجنت بتاع الويفلتس دي كلها هو الايه النيو ويف فرونت. تمام، حد مش فاهم النقطه دي؟ يبقى هايجينز برنسبل قال اول حاجه ايه؟ ان اللايت عباره عن ويف موشن انستيد اوف ايه ستريم اوف بارتكلز، وقال ان انا لو عندي ويف فرونت بتاع الويف اقدر اعرف الويف فرونت الجديد بتاع نفس الويف. طب هيعرفها ازاي؟ هتعرفها ازاي يا عم هايجينز؟ قال ان انا همثل كل الويف فرونت ده همثله كل نقطه عليها همثلها بسكندري بوينت سورس، سكندري بوينت سورس دي هتخرج ويف، والويف دي هسميها ويفلت. انا عندي على الويف فرونت ده بوينت سورسز كتير قوي او انفاينايت بوينت سورسز، فانا هرسم كل واحده الويف ليت بتاعتها، والتانجنت بتاع الويف ليتس دي كلها هو ايه النيو ويف فرونت. تمام، حد مش فاهم النقطه دي؟ حد مش فاهم النقطه دي؟ طيب لو انا جيت سالتك المسافه بين الويف فرونت ده والويف فرونت اللي بعده هتبقى قد ايه المسافه دي؟ لامدا، صح؟ ليه لامدا؟ لان انا قلت الويف فرونت ده بيمر بالايه بالكريست او القمه بتاعه الويف، صح؟ طيب يبقى المسافه بين القمه والقمه او الكريست والكريست هتبقى ايه؟ لامدا. حد مش فاهم النقطه دي؟ يعني اكيد انا ممكن امثلها كده، انا كملت الويف دي كده وانا عارف ان دي كريست تاني، وانا عارف ان الويف فرونت بيمر بالكريست دي والكريست دي، فالمسافه بين الكريست والكريست تبقى ايه؟ تبقى لامدا. حد مش فاهم النقطه دي؟
طيب بعد كده الدكتور شرحت معاكم الانرجي دينستي، والانرجي دينستي دي هي انرجي بير يونت فوليوم اللي هي بتساوي هاف رو اوميجا سكويرد واي نود سكوير. الرو دي الدينستي والاوميجا دي الفريكوانسي بتاعت الاوسيليشن اللي البارتكل بيتعرض لها يعني، والواي نود دي التوتال امبليتيود بتاعت الاوسيليشن. تمام. بعد كده الدكتور شرحت الانتنستي، والانتنستي هي باور بير يونت اريا. وصلت معاكم في الاخر الانتنستي بتساوي الانرجي دينستي تايمز الفيلوسيتي اوف الويف، الويف سبيد او الويف فيلوسيتي. في حد مش فاهم حاجه في النقطه دي؟ طيب بعد كده الدكتور اتكلمت معاكم على الويف فانكشن. لما احنا كنا الكلام اللي قبل كده كنا اخذناها ان الميديوم ايديال، بعد كده الدكتور قالت لو احنا مثلا افترضنا ان الميديوم هيبقى ابزوربشن، او اكشلي هي دي الكيس يعني ان الميديوم بيبقى فيه ابزوربشن، فالبلين ويف كل اللي هيزيد عنها ان احنا اخذنا المره اللي فاتت كانت سي تايمز ساينوسويدال اوميجا اوميجا تي بلس اور ماينس كي اكس بلس اوميجا، كل اللي هيزيد عليها الاكسبوننشال تيرم ده. الاكسبوننشال تيرم ده بيعبر عن الابزوربشن او اللوسز الويف دي هتشوفها وهي ماشيه في الميديوم، والاكس دي هي المسافه اللي بيحصل لها بروباجيشن في الميديوم. طيب فالواي هتساوي سي اي اس ماينس دلتا اكس اوفر 2 ساينوسويدال بتاعت الترافلنج ويف اللي اخدناها المره اللي فاتت. طيب هنلاحظ بس ان دلتا اكس اوفر 2 الابزوربشن كوفيشنت هو الدلتا، مش الدلتا اوفر 2، الابزوربشن كوفيشنت بتاع الميديوم هو الدلتا. تمام. فانا لما اجي اقول لك مثلا ويف اي اس ماينس 0.2 اكس، يبقى الدلتا بتاعت الميديوم هنا بتساوي كام؟ 0.1 مش ماينس 0.1، يعني 0.2 دي هتساوي الدلتا اوفر 2، يبقى الدلتا 0.4 اس، يبقى الدلتا هتساوي 0.4. تمام. ناخد بالنا النقطه دي بتلخبط كتير، يعني بلاقيها كتير ناس كتير بتغلط فيها. فدايما الكوفيشنت بتاع الاكس هو دلتا على الاثنين، مش الدلتا. فاكرين ليه قسمنا على الاثنين؟ عشان الايه؟ الجذر. ماشي، ما تفسر اكتر عشان تاخد بونص ولا ايه؟ الجذر بتاع ايه بقى؟ ماشي، انا عايز تفسير اكتر. ماشي، واي نود سكوير. طب وايه اللي ايوه بالظبط كده، الانتنسيتي بتتناسب طرديا مع الايه؟ مع الواي نود تربيع. عرفنا منين؟ احنا لسه قايلينها، انتنستي بتساوي الانرجي دينستي في الفيلوستي، الانرجي دينستي بروبورشنال للواي نود سكوير، صح؟ فهي بتتناسب طرديا مع الواي نود سكوير، صح؟ والاي بتساوي الاي نود في اي اس ماينس دلتا اكس. فانا لما اجي اخد جذر الكلام ده هلاقي عشان اجيب الواي هلاقي ان لازم ايه؟ اقسم على الاثنين. تمام؟ نفس القصه بالنسبه للسفيريكال ويف. نعم؟ مش سامع. وحده ايه؟ الدلتا وحدتها متر ماينس 1. ليه متر ماينس 1؟ هي مضروبه في الاكس، الاكس دي هي ايه؟ هي السبيس او الدايمنشن بتاعه، الدايمنشن بناخده بالمتر او سنتيمتر على حسب مساله يعني. تمام؟ طيب نفس القصه بالنسبه للسفيريكال ويف، بس السفيريكال ويف هيزيد عنها ان هي بتقل بواحد على ار. تمام. ماشي، عشان هي بتتناسب عكسيا مع الاريا. ليه الكلام ده؟ الانتنستي بتساوي الباور بير يونت اريا، والاريا بتاعت السفيريكال ويف بتساوي 4 باي ار سكويرد. فانا لما اخد جذر الار سكويرد تديني ايه؟ واحد على ار، واحد على ار سكويرد يعني تديني واحد على ار. ونفس القصه بالنسبه للاكسبوننشال اي اس ماينس دلتا ار على 2. ناخد بالنا بس من هنا ايه؟ ان دي دايما ماينس. ليه ماينس؟ لان البوينت سورس هيخرج ويف بعيده عنه، مش هيخلي الويف تدخل ليه. فدايما الدايركشن اللي هو اوتورد من السورس ده بنسميه البوزيتيف ار. تمام. فعشان كده هي بروباجيت في بوزيتيف ار، يبقى لازم دي تكون ايه؟ نيجاتيف. نفس القصه بالنسبه لايه؟ للسلندريكال. السلندريكال نفس السيناريو بتاع السفيريكال، بس اللي هي بيحصل لها ديكي بواحد على جذر ار، لان الانتنستي تتناسب عكسيا مع واحد، تتناسب عكسيا مع الار او طرديا مع واحد على ار. في حد مش فاهم النقطه دي؟ اخر حاجه بقى الستاندنج ويفز. الستاندنج ويفز لو انا عندي
two traveling waves عكس بعض. ليها 3 conditions. ايه ال 3 conditions؟ ليهم نفس الامبليتيود، نفس الفريكوانسي، نفس البروباجيشن كونست. والكونديشن الاخير ان هم لازم يكونوا عكس بعض، واحده في بوزيتيف اكس والثانيه في بوزيتيف اكس، او واحده في بوزيتيف زد واحده في نيجاتيف زد. طب سؤال، لو انا جيت سالتك هنا الويف دي الديستربنس بتاعها في انهي اتجاه؟ الديستربنس في انهي اتجاه؟ يعني ايه ديستربنس؟ ايه؟ طيب رسمنا لما اخدنا الترافلينج ويفز، قلنا الترافلينج ويف الويف لو انا قلت ان الويف بروباجيت كده ده هسميه بروباجيشن دايركشن، والدايركشن اللي بيحصل فيه اوسيليشن ده بسميه ايه؟ ديستربنس دايركشن او الديستورشن دايركشن. طيب ففي المساله دي ديستورشن دايركشن او ديستربنس دايركشن هيبقى في انهي اتجاه؟ الواي، ناخد بالنا. والبروباجيشن بوزيتيف اكس، نفس القصه هنا ديستربنس واي، وهنا نيجاتيف اكس. ناخد بالنا كلمه ديستربنس وديستورشن، التكنيكال تيرمز اللي الدكتور بيستخدمها في المحاضره. ديستورشن ديستربنس، لا الديستورشن ديستربنس اللي هو العمودي على اتجاه البروباجيشن ده لو كانت ترانسفيرس ويف. طب لو كانت لونجيتيودنال هتبقى الديستربنس بيبقى في نفس اتجاه البروباجيشن. تمام. طيب نرجع تاني للستاندينج ويفز، قلنا الكونديشنز الامبليتيودز هم هم ونفس الفريكوانسي نفس البروباجيشن كونستانت بس عكس بعض في الايه؟ في الدايركشن. طب ايه اللي بيحصل لما الكونديشنز دي بتتحقق؟ بيحصل عندي حاجه اسمها ستاندينج ويفز. ايه الستاندينج ويفز دي؟ ان هي بتبقى الويف، لو انا قلت ان الويف البلاك دي هي اللي رايحه مثلا في الدايركشن كده والويف الريد اللي هي الراجعه، فهتعمل لي ستاندينج ويف. ستاندينج ويف هلاقيها انها عماله بتوسيليت بالشكل ده، في نقط دايما ثابته في السبيس ما بيحصلش فيها اي اوسيليشن، دي بسميها النود. في نقط هي اللي عمال بيحصل عندها ماكسيمم اوسيليشنز، دي بسميها الانتي نودز، والمسافه بين النود والنود اللي بعدها لامدا باي 2. تمام. طيب الشكل الويف بقى بتاعت الستاندنج ويف، هنجمع واي 1 زائد واي 2، نيجي نجمع تو ويف فانكشنز او تو ساينوسويدال، ساين بلس ساين هتبقى ايه؟ 2 كوساين المجموع في ساين ساين المجموع على الاثنين في كوساين الديفرنس على 2. طيب لما اجي اخد الكوساين ديفرنس على الاثنين كي اكس ماينس ماينس كي اكس تديني ايه؟ 2 كي اكس على الاثنين تديني ايه؟ كي اكس. الناس متنحه ليه؟ بطرح ده من ده، ساين اكس بلس ساين واي بتساوي ايه؟ 2 كوساين اكس ماينس واي على 2 في ساين اكس في ساين اكس بلس واي على 2. تمام. فانا لو عملت ابلاي للرول دي عندنا في المساله هلاقي ان هنا الكوساين هو المجموع. تمام. فالكوساين الكوساين هو الديفرنس، تبقى كي اكس ماينس ماينس كي اكس تديني ايه؟ 2 كي اكس على 2 كي اكس. هطرح دي ماينس دي فهيت الفا 2 ماينس الفا 1، او ممكن اطرح اكتبها بالعكس الفا 1 ماينس الفا 2 على 2 وفي ماينس بار. نفس القصه بالنسبه للساين، الساين بيبقى المجموع فهي اوميجا تي على 2، 2 اوميجا تي على 2 تبقى اوميجا تي، وهنا الفا 1 زائد الفا 2 على 2. طيب الشكل ده بيفكرني بايه؟ بيفكرني بالسمبل هارمونيك موشن. سمبل هارمونيك موشن ان في دايما اوسيليشن ساينوسويدال اوسيليشن مع التايم. لو انتوا فاكرين في السبرينج قلنا ان الحركه بتاعت السبرينج ساينوسويدال او سمبل هارمونيك موشن كانت بتاخد الشكل ده، فده نفس الشكل اللي اخدناه في سمبل هارمونيك موشن، يبقى دي هي ايه؟ السمبل هارمونيك موشن. طب اللي قدام السمبل هارمونيك موشن ده بسميه ايه؟ الامبليتيود بتاع السمبل هارمونيك موشن، او ممكن نسميه السبيشال بارت. يعني ايه السبيشال بارت؟ اللي هي فانكشن في الاكس او فانكشن في السبيس الدايمنشن بتاع السبيس، وات ايفر بقى كان اكس واي زد على حسب. تمام. طيب ده الامبليتيود بتاع السمبل هارمونيك موشن، ودي السمبل هارمونيك موشن ايكويشن. طيب لو انا سالتك على الامبليتيود بتاع الستاندنج ويفز هو هيبقى 2 واي نود، دي كلها ستاندنج ويفز، دي كلها الشكل ده كله الستاندنج ويفز، و2 واي نود ده هو الامبليتيود بتاع الستاندنج ويف. والسمبل هارمونيك موشن هي ساينوسويدال، واللي قدام الساينوسويدال بتاع الفانكشن بتاعت التي. ناخد بالنا ان مش دايما السمبل هارمونيك موشن تبقى ساين، ممكن تبقى كوساين عادي.
بس لازم السمبل هارمونيك موشن تبقى فانكشن في التي، والسبيشال بارت اللي هو يبقى فانكشن في الاكس، او اللي هو الامبليتيود بتاع السمبل هارمونيك موشن يبقى لازم فانكشن في الاكس، مش بالضروره يكون كوساين، ممكن يكون ساين عادي. طيب باي ديفينيشن النود، احنا لسه قايلين ان الستاندينج ويفز هلاقي ان في شكل عندي يبقى في نقط في السبيس دايما ثابته ما بتتحركش، الامبليتيود عندها بصفر، في نقط عماله بتاوسيليت بماكسيمم امبليتيود، وفي نقط ان بتوين ما بين الاثنين دول. طب هنسمي النقط اللي هي عندها امبليتيود بصفر وات ايفر ريسبكتيف اوف تايم، يعني هي نقط في السبيس بغض النظر عن التايم امبليتيود بتاعها بصفر، بسميها نود والاي اوف اكس بتساوي صفر، عشان اجيب مكان النود ده بس بساوي الامبليتيود اوف سمبل هارمونيك موشن بصفر. مين الامبليتيود بتاع السمبل هارمونيك موشن؟ هو الفانكشن بتاعت الاكس كلها. تمام. طيب نفس القصه بالنسبه للانتي نود، بساوي الامبليتيود اللي هو فانكشن في الاكس اللي هو السبيشال بارت بلس اور ماينس 2 واي نود. فلما اساوي الكلام ده بلس اور ماينس 2 واي نود، يعني اكني بساوي الكوساين ب بلس اور ماينس 1، بس دايما بستريس على النقطه ان هو مش دايما تبقى كوساين، ساعات بتبقى ساين، في مساله النهارده هنحلها تبقى ساين. تمام. فهي دايما ايه، بعرف منين الامبليتيود بتاع السمبل هارمونيك موشن اللي هو فانكشن في الاكس. تمام. بغض النظر هو ساين سويدر ولا كوساين. طيب نقطه ثانيه في الليكتشر اخدته ان الاكس مكان النودز ومكان الانتي نودز، مكان النودز ومكان الانتي نودز، اخدته ان الاكس هنا بالنسبه لمكان النود لو انا عايز اجيبها كوساين هساوي الكوساين بصفر، بقت كوساين كي اكس بتساوي صفر. ده كده عند الكيس بتاعت الفا 1 بتساوي الفا 2 بتساوي صفر، دي السبيشال كيس اللي اخدتها في الليكتشر. انا بس بقولها علشان عايز اوضح نقطه معينه. فانا لو حليت دي كوساين كي اكس بتساوي صفر، ايه اللي بيخلي الكوساين بصفر؟ بالظبط. فهي اود مالتيبلز من ايه؟ من باي على 2. تمام. وليه بقول اود مالتيبلز؟ عشان بقول الجنرال سولوشن باي على 2 3 باي اوفر 2 وهكذا. طيب في الكيس دي هي مش دي اللي بتساوي الكي اكس، هي اللي بتساوي الكلام ده. تمام. طيب الكي بتساوي 2 باي على لامدا، فالباي هتكنسل اوت وتيجي هنا بقت ايه، الاكس بتساوي لامدا على 4 في 2 ام بلس 1. اوكي. انا بس بقول القصه دي مش لازم تركزوا قوي في النقط دي، الاكس بتساوي لامدا على 4 2 ام بلس 1، مش دايما الاكس بتساوي الكلام ده. الاكس بتساوي الكلام ده امتى؟ لما كانت الاي اوف اكس او السبيشال بارت كان ايه، كان كوساين. طب لو هو كان ساين هل هتطلع دايما الاكس دايما نفس الكونديشن؟ لا، الكونديشن اللي بيحقق الاي اوف اكس بصفر. فدايما انا مش عايز اقول الكلام ده، انا بقوله بس علشان الناس ما تحفظش الكلام ده، الكلام ده مش حفظ. اللي انت مطالب تعرفه مكان النود بيبقى ايه امتى؟ لما الاي اوف اكس بصفر، لما السبيشال بارت ده بصفر، بغض النظر بقى ده كوساين ولا ساين، ولو في فيز ولا ما فيش فيز، بغض النظر عن الكلام ده كله، انت بتساوي الكلام ده بصفر عشان تجيب النود، او بتساوي الكلام ده بواحد علشان تجيب الانتي نود. انا بقول بواحد ليه؟ عشان 2 واي نود هتكنسل مع 2 واي نود، يبقى بلس اور ماينس 1 هي الايه، الاي اوف اكس او الكوساين او الساين يعني. تمام. في حد مش فاهم النقطه دي؟ النقطه دي مهمه بتكرر كتير في مسائل. تمام. طيب بعد كده اخر حاجه الدكتور شرحتها هي الباوندري كونديشنز. وايه الباوندري كونديشنز؟ هي الحاجات اللي بتليمت الويف. يعني انا مثلا لو كان عندي الويف موجوده مثلا، بتكلم مثلا على الويف بتاعه الجيتار او الجيتار سترينج، لما انا اجي اشده هيعمل لي ويف، الويف دي هيعمل لي ستاندنج ويف. لان هو ليه ستاندنج ويف؟ لان هو فيه ريجيد اندز من ناحيتين. يعني ايه ريجيد اند او ريجيد سيرفيس؟ ريجيد اند دي معناها ان هي نقطه ثابته، نقطه مثبتها بمسمار مثلا، او مثبتها بوسيفر الطريقه اللي انا مثبتها بيها، هي نقطه ثابته في السبيس. طيب باي ديفينيشن يعني ايه نقطه ثابته؟ يعني النقطه دي مش هيحصل فيها اوسيليشن، صح؟ نقطة مش هيحصل فيها اوسيليشن. يعني انا اكتب الكونديشن بتاع الباوندري كونديشن عند النقطة دي، اقول ان الامبليتيود بتاع التوتال ويف اللي هي الستاندنج ويف بيساوي صفر، بس امتى؟ عند مكان الباوندري، عند اكس بتساوي الاكس نود. فلو كان الباوندري ده اكس بتساوي اكس نود، يبقى هقول هعوض عن اكس نود في المعادلة دي، او واي 1 واي 2 واي 1 بلس واي 2 او المعادلة دي، واقول ان الكلام ده بيساوي صفر. تمام؟ تاني الريجيد اند، يعني ايه ريجيد اند؟ يعني نقطة في السبيس ثابتة ما بتتحركش، مش مسموح للويف ان هي تتحرك في يحصل اوسيليشن في النقطة دي. طيب وقلنا مثال على كده ان مثلا السترينج بتاع الجيتار او اي مثلا حبل مربوط مثلا،
النقطة دي، النقطة اللي فيها الرابطة دي بنسميها rigid end. طيب والrigid end دي by definition هي rigid، نقطة ثابتة. by definition الـ oscillations عند النقطة دي لازم بيساوي صفر. فهن apply الـ condition ده، هنقول إن الـ y total بتساوي صفر إمتى؟ عند الـ condition ده، مش بتساوي صفر في العموم، مش في المطلق. لو أنت عملتها في المطلق كده أنت موتت الـ wave كده خالص. كده الكلام اللي أنت بتقوله ده مش صح، مش منطقي. طيب المنطقي إيه؟ إن هي بتموت الويف عند مكان الباوندري، عند x بتساوي x نود. طيب فبساوي y1 plus y2 بتساوي صفر عند المكان الباوندري. فاخدته في الليكتشر لو كانت x بتساوي x، x بتساوي الصفر، هكتب الايكويجن بالشكل ده اللي هي y1 plus y2 هعوض عن x بتساوي صفر، هلاقي ان الكونديشن الفا 2 لازم هتساوي الفا 1 plus باي. تمام؟ هل ده منطقي ولا لا؟ اه منطقي، انك انت مثلا لو كانت عندك الويف اللي رايحه كانت ماكسيمم عند الريجيد ان، يبقى لازم الويف اللي راجعه تبقى مينيمم عند الريجيد ان علشان يموتوا بعض عند النقطه دي. لما اجي اجمع دي مع دي يموتوا بعض عند النقطه دي، للنقطه دي بموتها ليه؟ علشان هي ريجيد ان ثابته ما بتتحركش، فلازم الويف اللي رايحه تموت الويف اللي راجعه عند النقطه دي. فلازم يكون معكوسين في الفيز، الفا 2 بتساوي الفا 1 بلس با. طب الفري اند، الفري اند من اسمه هو نقطه حره او نقطه ما فيش اي كونديشن عليه. طيب الويف اللي رايحه والويف اللي راجعه، الامبليتيود بتاع الويف اللي رايحه بيساوي الامبليتيود بتاع الويف اللي راجعه عند الباوندري برضه، مش في اي حته، عند الباوندري بس. بس والدكتور اخذت معاكم سبيشال كيس، لو كانت الاكس بتساوي صفر هابلاي الكونديشن ده، هلاقي ان الفا 2 بتساوي الفا 1. الفيز اللي الويف رايحه بيه هو نفس الفيز نفس الفيز الويف اللي راجعه هتبدا بيه. الفيز النقطه دي هتنتهي عنده هو نفس الفيز اللي النقطه دي هتبدا بيه. تمام؟ حد مش فاهم النقطه دي؟ هتساوي y1 بتساوي y2، اوكي؟ هتعوض عند x بتساوي صفر، فساين اوميجا تي بلس الفا 1، وهنا y نود ساين اوميجا تي بلس الفا 2. فلما اجي اساوي ده بده y نود هتكنسل اوت، ساين بتساوي ساين، يبقى الارجيومنت بيساوي الارجيومنت، صح؟ يبقى اوميجا تي مع اوميجا تي تكنسل اوت، يبقى الفا 1 بتساوي الفا 2. نعم؟ الاكس بزيرو؟ لا، ما انا هي المعادله اهي، المعادله فيها اكس، انا عوضت بزيرو اوريدي. يعني دي بعد ما عوضت بزيرو، يعني قلت اف الاكس بتساوي زيرو يبقى هيساوي ده هيساوي ده. تمام؟ طيب حد عنده سؤال في الكلام ده؟ طب هنحل مسألتين في شيت 2. في حد عنده سؤال في شيت 2 مسألة ما عرفش يحلها؟ طب انا هحل 13 و 19. طيب مسألة رقم 13 بتقول ايه؟ مسألة رقم 13 بتقول لي traveling wave الفريكوانسي بتاعها ب 500 هرتز. عايزين مايك؟ طيب ترافلينج ويف الفريكوانسي بتاعها ب 500 هرتز، ليها فيلوستي 350 متر بير سكند. اول مطلوب بيقول لي ايه؟ طيب او مثلا رقم 13 بتقول لي ايه؟ بيقول لي عندي ويف ترافلينج ويف الفريكوانسي بتاعها 500 هرتز والفيلوستي بتاعتها 350 متر بير سكند،
عايز يعرف او مطلوب how far apart 2.60 degrees out of phase. How far apart 2.60 degrees out of phase. فخلينا في اول نقطة how far apart ده بيسأل على ايه؟ على مسافة صح؟ بيسأل على الدلتا اكس او المسافة بين 2 points. تمام؟ طيب خلينا نبص على النقطة التانية 60 degrees out of phase. يعني ايه اصلا phase؟ الارجيومنت بتاع الساين صح؟ طيب احنا محتاجين نكتب الايه؟ الويف ايكويجن صح؟ فانا هكتب الويف ايكويجن ان الواي بتساوي الواي نود ساين اوميجا تي. هو ما قاليش بروباجيت بوزيتيف اكس ولا نيجاتيف اكس، انا هاسيوم اي حاجه. فانا عايزينها ماينس ولا بلس؟ ماينس كي اكس بلس الفا. اوكي؟ طيب دي كده ايه؟ شكل الترافلينج ويف. ايه هو الفيز؟ الفيز هو الارجيومنت بتاع الساين او هو كل اللي جوه الساين. طب هو قال لي ايه تاني؟ عايز هاو فار ابارت 2.60 degrees out of phase. 60 degrees out of phase يعني انا لما جيت اشوف، انا قلت مثلا هي دي النقطه بتاعت اكس 1 ودي مثلا النقطه بتاعت اكس 2، هو عايز يعرف المسافه دي قد ايه. بس خليها منطقيه شويه. 60 degrees يبقى مثلا دي هنا، هو عايز يعرف المسافة how far apart two points x1 minus x2 أو x2 minus x1 whatever delta x. يعني لو كان الفيز بتاع النقطة دي بيساوي مثلا phi1 والفيز بتاع النقطة دي بيساوي phi2 والفرق ما بينهم بيساوي 60 degrees، فأنا قلت إن phi1 minus phi2 بتساوي 60 degrees أو نقول ان دي بتساوي ايه؟ الدلتا فاي. تمام؟ طيب مين فاي 1 ومين فاي 2؟ احنا قلنا الفاي هو الفيز بتاع الايه؟ بتاع الساينوسويدال. طيب خلينا نكتب فاي 1. فاي 1 هتساوي اوميجا تي ماينس كي اكس 1 بلس الفا. ليه كتبت kx1 وليه كتبت dt؟ هو قال لي how far apart 2.60 degrees out of phase. معنى الجمله دي ايه؟ implicitly ان انا مثبت التايم، واخد سكرين شوت في التايم، اخدت سكرين شوت او صورت صوره معينه للويف دي وعايز اعرف الفرق ما بين 2 بوينتس لما كان الفرق بينهم في الفيز 60 degrees. ده معناه implicitly ان انا مثبت التايم، ان انا مثبت التايم واخد سكرين شوت. فعشان كده انا كتبت ايه؟ اوميجا تي ماينس كي اكس 1 بلس الفا. فاي 2 سيم انالوجي هتبقى اوميجا تي ماينس كي اكس 2 بلس الفا. حد مش فاهم الكلام ده؟ طب ليه كتبت هنا ما كتبتش ليه هنا الفا 1 والفا 2؟ نفس ايه بقى؟ نفس الويف. هي دي الاجابه اللي انا عايزها، نفس الويف. هي الويف ليها انيشال فيز صح؟ الانيشال فيز بتاعت الويف كلها هو الفا. طب هل دي ويف ودي ويف؟ لا، هي نفس الويف. فعشان كده كتبت هنا الفا والفا. وهنا اوميجا تي واوميجا تي علشان هي نفس التايم سكرين شوت. واكس 1 واكس 2 التو بوينتس اللي هو بيسال عنها. طيب من الكلام ده لما انا طرحت قلت دلتا فاي اللي هي فاي 1 ماينس فاي 2 هتديني ايه؟ كي وات ايفر بقى اكس 2 ماينس x1 صح؟ ماينس x1 ماينس ماينس x2 بقت x2 ماينس x1 اللي هي ايه؟ الدلتا x. حد مش فاهم الكلام ده؟ حد مش فاهم النقطة دي؟ طيب يبقى الدلتا فاي هتساوي ال k في الدلتا x. أنا معايا الدلتا فاي؟ أكتب ايه؟ الدلتا فاي بتساوي ايه؟ ولا 60 degrees؟ ليه باي على التلاتة؟ راديان. ليه راديان؟ علشان دايما الفيز الكي دي اليونت بتاعتها ايه؟ راديان بير متر. والاكس اليونت بتاعتها ايه؟ متر صح؟ يبقى راديان بير متر في متر تديني ايه؟ راديان. يبقى لازم دلتا فاي اعوض عنها ايه؟ براديان. تاني الدلتا فاي الفيز ده بنعوض عن دايما اليونت بتاعته راديان دايما.
لو دي مكتوبه لك في المساله 60 ديجريز هم مكتوبه، بس هي امبليستلي لو جيت تعوض عشان تجيب اي بارامتر جوه لازم هتحولها راديان. تمام؟ فدايما تتعامل مع الارجيومنت اللي جوه الساين تعمل معاه ان هو راديان. الاوميجا دي اليونت بتاعتها ايه؟ راديان بير سكند. اما اضربها في السكندز تديني ايه؟ راديان. هل ينفع اجمع راديان مع ديجريز؟ ما ينفعش، يبقى لازم دي تكون ايه؟ راديان. نفس القصه دلتا فاي هنا اللي احنا بنقول عليها اوت اوف فيز، الفيز ده ماينس الفيز ده لازم يبقى راديان. هو مديهولي بالديجريز، احوله تحويله من راديان للديجريز. لو انا عندي 60 ديجريز دي عشان احولها راديان، فبضرب في ايه؟ باي على 180، فتديني باي على 3. تمام؟ طيب يبقى هنا الدلتا فاي عوض عن باي على 3، اعرف اجيب الدلتا اكس. دلتا اكس هتساوي ايه؟ دلتا فاي على الكي. طب ومين الكي؟ الكي دي هي مين؟ بالظبط. انا عارف ان الفيلوستي الفي بتساوي الاوميجا على الكي. طب هل انا معايا الكلام ده؟ هو مديني ايه؟ مديني الفريكونسي. فريكونسي اعرف اجيب منه ايه؟ الاوميجا، صح؟ الاوميجا بتساوي 2 باي اف. كده عرفت اجيب الاوميجا. طب ايه اللي ناقص تاني؟ الفيلوستي بتاعت الويف معايا، اعرف اجيب الكي. حد مش فاهم المساله دي؟ حد مش فاهم المساله دي؟ المساله دي مهمه. الدلتا فاي عند او عايز المسافه بين 2 بوينتس فرق في الفيز 60 ديجريز اوت اوف فيز، هنقول ان دلتا فاي بتساوي الكي في الدلتا اكس. والكي هي ال هجيبها من الفيلوستي او الديسبرشن ريليشن. الديسبرشن ريليشن هي الفيلوستي بتساوي الاوميجا على الكي. تمام؟ وانا معايا الاوميجا والكي، هم معايا الاوميجا والفي مديهم لي في المساله، اعرف اجيب الكي ومنها اعرف اجيب الايه؟ الدلتا اكس. حد مش فاهم المساله دي؟ طب كده ده المطلوب الاولاني. المطلوب الثاني بيقول لي ايه؟ عايز يعرف في الفيز ديفرنس ما بين تو ديسبيسمنتس ات ا سيرتن بوينت ات تايمز 10 باور نيجاتيف 3 ابارت سكند ابارت. طيب تاني النقطه دي تاني، عايز يعرف الفيز ديفرنس بين تو ديسبيسمنتس ات سيرتن بوينت. يعني ايه ات سيرتن بوينت؟ at certain point دي اللي هي الايه؟ الاكس كونستنت، مثبت نقطه في السبيس. تمام؟ عايز يعرف لو انا اخدت تو سكرين شوتس ورا بعض، الفرق ما بين السكرين شوت الاولانيه والثانيه 10 باور نيجاتيف 3 سكندز، وانا مثبت نقطه بقى في السبيس، عايز اعرف الفرق في الديسبيسمنت ده هيساوي ايه. تاني خليني ممكن نرسمها. طيب هنا في السيناريو او السؤال الثاني، عايز الفيز ديفرنس ما بين بتوين تو ديسبيسمنتس ات سيرتن بوينت. سيرتن بوينت يعني انا هثبت نقطه في السبيس. لو ده كان هثبت نقطه في السبيس، نقطه معينه، لو ده كان الاكس يعني عند تو ات تايمز 10 باور نيجاتيف 3 ابارت. يعني ايه 10 باور نيجاتيف 3 ابارت؟ اخدت سكرين شوت والسكرين شوت الثانيه بعدها ب 10 باور نيجاتيف 3 سكندز، فانا قلت دي عند تي 1 يبقى دي عند ايه؟ تي 1 بلس 10 اس ناقص 3 سكندز. طيب هو عايز يعرف الفرق في الديسبيسمنت ما بين النقطه دي وما بين النقطه دي. عايز يعرف الفيز ديفرنس ما بين التو ديسبيسمنتس دول. هنعمل ايه؟ هو عايز ايه؟ الفيز ديفرنس، صح؟ فالفيز ديفرنس هو مين؟ الدلتا فاي، صح؟ دلتا فاي اللي هي بتساوي فاي 1 ماينس فاي 2. طيب مين فاي 1؟ اوميجا تي 1 ماينس كي في الاكس بلس الفا ماينس اوميجا T2
minus k في ال x plus alpha. Again هنا t1 و t2 ليه؟ عشان هو قال لي at times 10 power negative 3 apart. طب ليه x و x؟ قال لي at certain point يعني x ثابتة. طب وليه alpha و alpha؟ نفس ال wave. ما اجي اطرح الكلام ده phi هت cancel out kx هت cancel out فتضلي في الاخر ايه؟ الدلتا phi هتساوي ايه؟ اوميجا دلتا تي. دلتا تي هو مديها لي 10 power negative 3 seconds ان احنا قلنا دي عند تي 1 والثانيه دي عند تي 1 بلس 10 ناقص 3 فدلتا دي 10 power negative 3 والاوميجا 2 باي اف. اعرف اجيب الفيز؟ اعرف اجيب الفيز. الفيز اللي هيطلع ده هيطلع لي راديان ولا ديجريز؟ راديان. ليه راديان؟ معوض عن التايم بالسكندز والاوميجا 2 باي اف اللي هي بالراديان بير سكند. في حد مش فاهم المساله دي؟ طيب مساله رقم 19. ماشي صورته ولا ايه؟ طيب مسألة رقم 19 بتقول ايه؟ مسألة رقم 19 بتقول لي عندي traveling wave مديني الرو بتاعت الميديم بيقول لي ان الواي بتساوي 20 over root r equals minus 0.05 r sinusoidal للكلام ده. طيب عايز يعرف اول حاجة عايز يعرف التايب بتاعت الويف دي. الويف دي النوع بتاعها ايه؟ cylindrical. ليه cylindrical؟ عشان مقسومة على روت ار يبقى هنقول ايه هنا ايه؟ سلندريكال. طيب مطلوب رقم بي عايز يعرف الفيلوسيتي بتاعت البروباجيشن. الفي بتساوي ايه؟ اوميجا على الكي. الاوميجا معايا؟ مين الاوميجا؟ بالظبط الاوميجا هي الكوفيشنت بتاعت تي فهي ايه؟ 3400. طيب والكي؟ هو الكوفيشنت بتاع ال r او ال x فهنا r عشان دي سلندريكال هتبقى 10 يبقى الفيلوستي هنا 340 متر بير سكند. طيب عايز يعرف الابزوربشن كوفيشنت. سامع؟ احنا قلنا ايه؟ انت جيتي متاخر. احنا قلنا ايه هنا؟ قلنا ان ال قلنا الكوفيشنت بتاع ال x او ال r بيبقى دلتا على الاثنين e اس ماينس دلتا على الاثنين r. فلو احنا عملنا الكلام ده هنا فهنا 0.05 هتساوي ايه؟ 0.05 هتساوي دلتا اوفر 2 يبقى الدلتا هتساوي ايه؟ 0.1. 0.1 اليونت بتاعتها ايه؟ طالما هو ما قالش في المساله هتبقى متر ماينس 1 عشان في مساله ثانيه كان قايل فيها ان هي بالسنتيمتر بس مش فاكر انهي مساله يعني ايا كان يعني ما
نركز في المساله. لو هو ما قالش يبقى اليونت بتاعت الار دي بالمتر يبقى اليونت بتاعت الدلتا بالمتر ماينس 1. تمام، ناخد بالنا من النقطه دي، هتغلطوا فيها. ماشي، طيب نركز بس لما نيجي نشوف الكلام ده ما نتسرعش. كوفيشنت بتاع الار هو الدلتا على الاثنين، يبقى الدلتا بتساوي 0.1. طيب مطلوب رقم اي، نركز مطلوب رقم اي، عايز الانرجي دينستي عند بوينت عند بارتيكل 0.05 متر اواي فروم ذا سورس. الانرجي دينستي هي ايه؟ الاي بتساوي النص في الرو اوميجا سكويرد واي نود سكوير. مين الرو؟ هو مديها لي في اول مساله. طيب حلو، مين الاوميجا؟ كوفيشنت بتاع التي اللي هي 3400. طب مين الواي نود؟ مين الايه؟ سامع؟ لا الواي نود مش الواي، في فرق بين الواي وواي نود. الايه بالظبط؟ الواي نود ده هو الكوفيشنت بتاع الساين. يبقى الواي نود بتاعنا هو مين؟ هو الكلام ده كله، ده كله الامبليتيود بتاع السيجنال. امبليتيود بتاعت الويف او السيجنال وات ايفر يعني. فده كده الامبليتيود. فلما اجي اعوض عن الواي نود لازم اعوض عن الكلام ده كله، مش ال 20 ولا ال 20 على جذر ار. ال 20 على جذر ار في الاكسبوننشال. تمام، ناخد بالنا بس المساله دي، المساله دي في الحل اللي معاكم مش الحل مش صح يعني. انا عايز اعمل ابديت بس عشان لو انا نسيت وما عملتش ابديت تبقوا ايه عارفين انا قلتها في السكشن اهو. مطلوب رقم سي ودي في سي واي، هو سي ودي سي ودي في الحل اللي مرفوع عندكم مش صح. تمام، فبقول اهو عشان بس انا لو نسيت اعمل ابديت يعني. فالواي نود هو الامبليتيود بتاع الساينوسويدال كلها اللي هو 20 على جذر ار في اكسبوننشال. الكلام ده كله الامبليتيود ده كله ده هو الواي نود. طب هو مديني المسافه، بيقول لي 0.05 متر فروم ذا سورس. المسافه دي اكني البوينت سورس هو الاوريجين. لو انا قلت البوينت سورس عند ار بتساوي صفر، هو عايز يعرف عند ار بتساوي 0.05. تمام، فهي دي المسافه ما بينهم اللي هي 0.05 دي هي الار. تمام، حد عنده سؤال في المساله دي؟ حد عنده سؤال في المساله دي؟ المساله دي سهله وتريكي. مطلوب رقم سي ودي، هما سهلين وستريت فورورد بس تريكي. تلاقي نفسك بتغلط الدلتا دي تقول على طول بتسرع ان هي 0.05. نفس القصه بالنسبه للاي، هتعوض امبليتيود يا ب 20 يا ب 20 على جذر ار على حسب بقى المزاج يعني. تمام، في حد عنده سؤال في المساله دي؟ صح، ما فهمتش الايديال يفرق ايه ده عن الايديال؟ الاكسبوننشال صح، الاكسبوننشال ده بيعبر عن ابزوربشن. طيب هو ده كله الامبليتيود. هو ده الكوفيشنت بتاع الساين، رايح دماغك يعني. الامبليتيود هو الكوفيشنت بتاع الساين، بس ده يفرق ده عن الايديال ميديم ان فيها هنا ايه اكسبوننشال بتاع اللوس اللي احنا قلنا عليه في الانتنسيتي واحنا بنشرح. طيب شيت 2 او شيت 3 اكشلي. مسألة رقم واحد، هو شيت 3 مكتوب عليه من فوق بروبلم سيت 1 عشان لخبطكم بس مش أكتر. طيب مسألة رقم واحد بيقول لي إيه؟ أنهي ويف لينس من الويف لينسز الموجودة دي مديني A ب 4 متر B 2 متر
مسألة رقم واحد بيقول لي which of the following wavelengths ما اقدرش اعمل ما ينفعش تكون هارمونيك لسترينج الطول بتاعه 2 متر. تاني مسألة رقم واحد بتقول ايه؟ بتقول لي انهي wavelengths من الwavelengths الموجودة في الاختيارات دي ما تنفعش تكون هارمونيك لسترينج الطول بتاعه 2 متر. طب خلينا ناخدها واحدة واحدة. يعني ايه هارمونيك؟ طيب مش الدكتور شرحت معاكم في الليكتشر ان انا لو عندي كان كمان في السلايد اللي كان فيها الرسمه بتاعت الجيتار كانت جيتار كده على الشمال والرسمه دي على اليمين اللي انا هرسمها دي. الدكتور قالت لو انا عندي الجيتار والجيتار ده شديته مثلا شده مثلا خفيفه فيعمل لي انتي نود وان انتي نود. لو انا عندي 1 انتي نود واحده بس انتي نود دي بسميها الفيرست هارمونيك الهارمونيك الاولى تمام. لو انا شديت السترنج ده اكتر فهتعمل لي ايه 2 انتي نودز 2 انتي نودز دول بسميهم ايه السكند هارمونيك. نفس القصه شديته اكتر هتديني ايه 3 انتي نودز. طب ليه انا بقول شديته اكتر وشديته اقل؟ لما بشده بخلي الفريكوانسي اللي هو بيتحرك بيها اكتر يعني هو فبالتالي بيديني كومبوننتس اكتر بيديني فريكوانسيز اكتر تمام. طب ده بيترجم لايه نعم لا انا انتوا ما خدتوش سيجنالز ولا الكترونكس صح؟ طيب هو ايا كان يعني هتاخدوا الهارمونكس دي. الهارمونكس دي مفيده جدا مستخدمه في حاجات كتير. الهارمونيك دي باي ديفينيشن ان انا بيبقى عندي فريكوانسي معين. لو انا قلت مثلا صوتي عند مثلا وليكن 200 هرتز تمام فصوتي ده هو الفاندمنتال فريكوانسي او الفاندمنتال هارمونيك. لو انا ضربت ال 200 هرتز دي في 2 هتديني 400 هرتز دي بسميها السكند هارمونيك او الصوت عند السكند هارمونيك. لو ضربتها في 3 تبقى الصوت عند الثيرد هارمونيك. لو ضربتها في 4 يبقى الصوت عند الفورس هارمونيك. نفس القصه هنا ان انا عملت السترنج سترنج طلع لي لامدا 1 لو انا شديته اكتر هيديني ايه لامدا 2. العلاقه بين اف هي بالفريكوانسي اوضح. لو انا قلت دي اف 1 يبقى دي لازم تكون ايه 2 اف 2 ودي 3 اف 2 اف 1 معلش اف 1 وهنا اف 1 تمام. دي كده بالفريكوانسي. طب باللامدا هنا دي 1 انتي نود احنا قلنا المسافه بين النود والنود اللي بعدها تساوي ايه لامدا على 2 يبقى المسافه دي كلها ايه لامدا على 2. طيب خلينا نقول لامدا 1 على 2. طب المسافه من هنا لهنا تبقى قد ايه بالظبط لامدا او ممكن اقول 2 لامدا 2 على 2 تمام. طيب المسافه هنا دول كام انتي نود 3 صح والانتي نود المسافه بينها ايه لامدا على 2 يبقى لامدا على 2 ولامدا على 2 ولامدا على 2 يبقى كام لامدا على 2 3 لامدا على 2 يبقى المسافه دي كلها ايه 3 لامدا على 2. طيب جنرال بقى كده لو انا عندي ان انتي نودز او لو انا عايز اقول اللامدا نمبر ان او خليني معلش انا اسف عشان ايه ما لخبطكوش يعني. طب الكلام ده كله دايما بسويه بالايه باللينس بتاع السترنج صح. هو اللينس بتاع السترنج بيتغير ولا ثابت؟ ثابت صح. فلامدا هنا لامدا 1 على 2 هي اللي بتساوي ال ال. في الكيس الثانيه 2 لامدا 2 على 2 هي اللي بتساوي ال ال. في الكيس الثالثه 3 لامدا على 3 لامدا 3 على 2 بتساوي ال ال. طيب يبقى احنا خلينا نقول ان ال ال بتساوي ايه؟ لو انا هنا في اول كيس 1 انتي نود اكني ضربت في 1 صح؟ 2 انتي نود ضربت في 2 3 انتي نود ضربت في 3 يبقى انا ممكن اقول ان ال ال بتساوي ايه؟ ان اللي هو عدد الهارمونكس في لامدا ان على الاثنين. حد مش فاهم النقطة دي؟ انا قلت زي ما انا عملت معاكم الاناليسيس 1 انتي نود المسافه دي لامدا على 2 2 انتي نود 2 لامدا 2 على 2 3 انتي نود 3 لامدا 3 على الاثنين. طيب يبقى ال اللي هو المسافه بتاعت السترنج دي بتساوي ان لامدا ان على الاثنين. هو بيسال على ايه؟ على اللامدا صح؟ هل انا اعرف اجيب اللامدا كفانكشن في ال ال؟ يبقى اللامدا ان هتساوي ايه؟ 2 ال على
ال N. تمام؟ طب هو ال اللي مديها لي ال بكام؟ 2 متر صح؟ يبقى هنا ايه؟ اقدر اقول ان هي 4 على ال N. حد مش فاهم الريليشن دي؟ حد مش فاهم الريليشن دي؟ طيب حلو قوي. اللمدا ان بتساوي 4 متر على ال N. ال N ده ايه؟ انتجر صح؟ مش انا كنت بديله 1 و2 3 و4 وهكذا، فده انتجر صح؟ طب هو بيسأل على ايه بقى في المسألة؟ نرجع تاني، بيسأل على الويف لينسز اللي ما تنفعش تكون ايه؟ هارمونيك، واحنا جايبين الويف لينسز اللي تنفع تكون ايه؟ هارمونيك صح؟ يبقى لو انا عوضت عن ال N بتساوي 1 هتديني ايه؟ اللمدا 1 بتساوي ايه؟ 4 متر. مين اللمدا 1؟ اللي هي الفيرست هارمونيك. لمدا 1 على 2 بتساوي 2، يبقى اللمدا 1 بتساوي ايه؟ 4. يبقى فيرست هارمونيك اللمدا بتاعتها بتساوي 4 متر صح؟ حد مش فاهم النقطة دي؟ تاني ولا ايه؟ يبقى اللمدا 1 هتساوي 4 متر. طب اللمدا 1 دي هارمونيك ولا لا؟ هارمونيك. يبقى هو مدينا 4 متر، يبقى دي اختيار صح ولا غلط؟ هو اختيار صح بس هو مش عايزه، هو عايز اللمدا اللي ما تنفعش تكون هارمونيك. يبقى هي اختيار صح بس مش هختارها. ماشي؟ يبقى مش هختار الاختيار ده. تمام؟ هو اختيار صح بس مش هختارها. عشان هو بيسأل على النوت هارمونيك. وحاطط كاتبها حاطط تحتيها بولد واندرلاين يعني. طيب يبقى دي ما تنفعش. طب لو انا عوضت عن ال N بتساوي 2 تديني 2، يبقى ال 2 دي هارمونيك ولا لا؟ هارمونيك بس مش هختارها. طب لو عوضت عن ال N بتساوي 4، انا ليه اخترت الأربعة؟ ليه عملت سكيب للتلاتة؟ انا ببص على الاختيارات صح؟ هو عايز يعرف ان الاختيارات اللي ما ينفعش تكون هارمونيك. فانا بصيت كده هنا 4 على N، لو انا عوضت عن ال N تديني ايه؟ N بتساوي 4 تديني ايه؟ 1 صح؟ ف N بتساوي 4 تديني 1، يبقى اللمدا 4 بتساوي 1 متر. اللمدا 4 دي ايه؟ هارمونيك صح؟ يبقى ما مش هي هارمونيك وانا مش هختارها عشان هو بيسال على اللي مش هارمونيك. طيب نفس القصه هنا البوينت 0.89 الرقم ده ينفع اجيبه؟ ماشي. الرقم ده ينفع اجيبه من ال من الحسبه دي؟ هل اي قيمه ال N لو ال N انتجر تعرف اجيب الرقم ده؟ لا، يبقى الرقم ده مش هارمونيك. طب خلينا نبص برضه على البوينت 5. البوينت 5 هل ينفع اجيبها من الايكويشن دي او من الريشن دي؟ لما ال N بكام؟ 8 صح؟ يبقى دي هارمونيك ما ينفعش اختارها، يبقى دي هي ايه؟ اللي مش هارمونيك. تمام؟ حد مش فاهم؟ المسألة دي سهلة بس تركز بس كده وانت بتحلها. طيب مسألة رقم 4. طيب مسألة رقم 4 بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي 2 traveling waves، الأولانية y1 بتساوي 3 سنتيمتر sinusoidal باي اكس بلس 0.6 باي تي، والثانية 3 سنتيمتر باي اكس ماينس 0.6 باي تي. النقطة المهمة بس هو قال لي كده
سايد نوت كده او اكتبها لي كده في وسط التكست ان الاكس بالسنتيمتر، ناخد بالنا ان الاكس بالسنتيمتر. طيب عايز يسال على ايه؟ بيسال على اول نقطه، عايز يعرف الماكسيمم ترانسفيرس بوزيشن عند الفاليوز دي. طيب قبل ما نبدا في المساله، هو مديني ايه؟ مديني تو ويفز، التو ويفز ليهم ايه؟ سيم امبليتيود، سيم كي، سيم اوميجا، وعكس بعض في الدايركشن. يبقى دول ايه؟ هيعملوا لي ستاندنج ويف، دي ترافلنج ويف، دي ترافلنج ويف، سيم امبليتيود، سيم كي، سيم اوميجا، عكس بعض في الدايركشنز هيعملوا لي ايه؟ ستاندنج ويف. يبقى انا اول حاجه محتاج اعملها اجيب الايه؟ الايكويشن بتاعت الستاندنج ويف. طيب ال y resultant او ال y t total بتساوي y1 plus y2. طيب احنا لسه قايلين y1 زائد y2 هتديني ايه؟ 2 y نود اللي هي ايه؟ 6 سنتيمتر. طيب sin زائد sin، cosine الديفرنس على 2 في sin المجموع على 2. نبدا بمين؟ ساين. طيب الساين المجموع على الاثنين باي اكس بلس باي اكس، 2 باي اكس اوفر 2 باي اكس، دي هتكنسل اوت. طيب كوساين الديفرنس دي ماينس دي، باي اكس ماينس باي اكس كنسل اوت، 0.6 ماينس ماينس 0.6 1.2 على 2 تبقى 6 باي في تي. حد مش فاهم احنا جبنا الايكويشن دي ازاي؟ تكتب ايه بقى؟ دي صح؟ طب ليه احنا ما عملناهاش؟ طب خليني اسالك سؤال، دي جبناها منين؟ نعم؟ الويف اللي هم دول صح؟ انت شايف كده؟ لا هو مش اختلاف بسيط، اختلاف جذري. هنا اوميجا تي ماينس كي اكس بلس الفا، هناك ايه؟ صح صح عاكس. اه طب لما تيجي تعكسهم، ما تيجي تعكسهم تشوف الايكويشن اللي احنا جبناها هناك، ال a اوف اكس او الفانكشن اوف اكس كوساين ولا ساين؟ هنا ايه؟ تمام ماشي. هو احنا مش غيرنا الارجيومنت؟ لو انا قلت ساين اكس 1 بلس ساين واي 1، هل هي بالضروره ساين اكس 2 بلس ساين واي 2؟ هل دي هي هي دي؟ لا، هنا x1 وهنا x2، argument هنا مختلف عن هنا، y1 مختلف عن y2 صح؟ طيب هنا باي x plus، يعني خلينا نقول x plus ال t والتانية x minus ال t صح؟ هنا ال t minus ال x صح؟ هل ال t minus ال x هي هي ال x minus t؟ هتفرق ايه؟ هي هتطلع هي هي wave بس دي propagate في positive x والتانية positive x برضه، بس هتلاقي في فيز مختلف هنا بالظبط. فانت ما ينفعش تكتب الايكويشن دي، شكلك جيت متاخر صح؟ انا وانا بشرح قلت ما تكتبش الايكويشن دي او ما تحفظش الكلام ده، دايما تكتب y1 plus y2. ونفس القصه قلت بالنسبه للنود والانتي نود، باي ديفينيشن الستاندنج ويف مش هي دي، حاجه شبهها بس مش لازم هي. فبكتب y1 زائد y2، حتى انا كاتب هنا بعمل الساين زائد الساين، والساين زائد الساين بتساوي 2 كوساين الديفرنس على 2 وساين مجموعه على 2 صح؟ فما ينفعش ان انا اكتب دي على طول. ليه؟ علشان مش دايما الارجيومنت هيبقى هو هو. انت ممكن يكون بيتهيألك هو هو بس ممكن تلاقي فيه تريكه مثلا في الامتحان مثلا فيها اختلاف بقى بسيط، يعني دي اختلاف واضح جدا، ممكن يبقى اختلاف بسيط تمام؟ فدايما ما تحفظش، ابلاي الرول دي اللي هي ان انا بجمع الاثنين ويفز عشان اجيب الريزلت. طيب نفس النقطه دي هنقولها برده عشان نجيب الانتي نود. الانتي نود باي ديفينيشن هي ايه؟ ال a of x بتساوي بلس اور ماينس 2 y نود.
فهنا هساوي الكلام ده بلس اور ماينس 2 واي نود، يعني الكوساين هنا بايه؟ بلس اور ماينس 1. طب هناك هتترجم لايه؟ ان الساين هي اللي بواحد، بلس اور ماينس 1. فهل الكونديشن بتاع الساين بواحد هو نفس الكونديشن بتاع الكوساين بواحد؟ لا. فعشان كده دايما بنقول ايه؟ بتابلاي الكونسبت، مش بتحفظ القوانين، تمام؟ كونسبت ايه؟ الكونسبت ان انا بجمع الاثنين دول، تو ساينوسويدلز بجمعهم، بجيب الريزلتنت، وات ايفر الريزلتنت شكلها ايه؟ انا عارف شكل الريزلتنت هيبقى عامل ازاي، لازم تبقى حاجه فانكشن في التي، ودي بسميها الايه؟ السمبل هارمونيك موشن، وحاجه فانكشن في الاكس، ودي بسميها ايه؟ السبيشال بارت او الامبليتيود بتاع السمبل هارمونيك موشن، وبتبقى اي اوف اكس. اي اوف اكس سبيشال بارت يعني فانكشن في السبيس، وامبليتيود بتاعت السمبل هارمونيك موشن. اوكي؟ حد مش فاهم النقطه دي؟ طيب نرجع بقى لمساله تاني. مساله بيقول لي عايز الماكسيمم ترانسفيرس بوزيشن عند الفاليوز دي. طيب احنا قلنا قبل ما نبدا محتاجين نجيب الايه؟ الريزلتنت او الويف ايكويجن بتاعت السمبل هارمونيك موشن اللي هي بتعبر عن ستاندنج ويف، يعني دي كلها ستاندنج ويف ودي كلها امبليتيود بتاعت السمبل هارمونيك موشن. اوكي؟ طيب حلو قوي، هو عايز يعرف الماكسيمم ترانسفيرس بوزيشن عند الكلام ده. طيب خلينا نقول نفتكر يعني ايه ترانسفيرس بوزيشن. مش دي كده شكل الستاندنج ويف بتاعتي؟ طيب النقط دي قلنا ايه؟ هي دي النودز، والنقط اللي فوق دي هي اللي بسميها الانتي نودز. طب حلو قوي، هو بيسال عن نقطه عامه عند اكس بتساوي كذا او كذا او كذا، عايز يعرف الماكسيمم ترانسفيرس بوزيشن. طب خلينا ناخد نقطه جنرال، هفترض ان هي دي النقطه اللي انا هو بيسال عنها. طيب مين الماكسيمم ترانسفيرس بوزيشن في البوينتس تي؟ واحد، خلينا نعملها بالاحمر. واحد ولا اتنين ولا ثلاثة؟ مين الماكسيمم ترانسفيرس بوزيشن في ال 3 بوينتس دول؟ 1 صح؟ واضحة صح؟ 1 هي أعلى ترانسفيرس بوزيشن، ماكسيمم ترانسفيرس بوزيشن هي نقطة واحد، مش نقطة اتنين، مش أي نقطة في النص، ولا نقطة ثلاثة اللي هي تحت برضو بس ماكسيمم امبليتيود، بس هو بيسأل عن ماكسيمم اللي هي فوق خالص. فبيسأل على بوينت رقم واحد. طيب بوينت رقم واحد بيسأل عن ماكسيمم ترانسفيرس بوزيشن عند سبيسيفيك سبيس، عند سبيسيفيك اكس. هو مديني قيمة الاكس، طب فاضل مين اللي مش معطى؟ قيمة التي. طب هو بيسأل على الماكسيمم ترانسفيرس بوزيشن، قيمة التي دي أو الكوساين دي، مش احنا عارفين الكوساين دي هي بتاعت السمبل هارمونيك موشن؟ ويعني ايه سمبل هارمونيك موشن؟ هي نقطة ثابتة عمالة بتتحرك ايه؟ فوق وتحت، أب سايد أب أند داون، صح؟ طيب يبقى الماكسيمم هي عند ايه؟ نقطة رقم واحد، نقطة رقم واحد ماكسيمم دي بتترجم ان الايه؟ ان الكوساين دي بتبقى بلس اور ماينس 1. حد مش فاهم النقطة دي؟ كوساين دي بتعبر عن السمبل هارمونيك موشن، والسمبل هارمونيك موشن احنا عارفين ان هي بتتحرك فوق او تحت، صح؟ عمالة نقطة عمالة تتحرك اب اند داون. طب مين الماكسيمم؟ قلنا نقطة واحد. طب والكوساين دي هي المسؤولة عن ان هي بتحركها فوق وتحت سمبل هارمونيك موشن، الماكسيمم بتاعها لما ايه؟ لما دي تبقى الكوساين دي بلس اور ماينس 1. طب ليه قلت بلس اور ماينس 1؟ عشان مش دايما الساين دي هتبقى ايه؟ بوزيتيف. مش ممكن الساين دي تبقى نيجاتيف؟ عادي الساين بتوسيليت ما بين بوزيتيف 1 ونيجاتيف 1، صح؟ طب الساين دي لو كان البوزيتيف يبقى هختار الكوساين دي بوزيتيف 1، طب لو دي بنيجاتيف هختار الكوساين بنيجاتيف 1. طب ليه بختار الكوساين بنيجاتيف 1؟ انا عايز اختارها بنيجاتيف 1 عشان اجيب النقطة رقم واحد مش النقطة رقم ثلاثة. انت لو عوضت بواحد هتجيب لك واحد او ثلاثة. يعني بلس اور ماينس 1 هتجيب لك يا نقطة واحد يا نقطة ثلاثة. فانت دايما عايز نقطة رقم واحد، نقطة رقم واحد هي البوزيتيف، فانت عايز دايما دي بلس اور ماينس 1 بيزد على الساين، لو دي كانت بلس تبقى دي بلس، لو دي ماينس تبقى دي ماينس، بحيث ان حاصل الضرب بتاعهم يبقى دايما ايه؟ بوزيتيف. طيب هعوض عن الاكس بتساوي 0.25 مره، 0.5 مره، و 1.5 مره، اعرف اجيب الماكسيمم ترانسفيرس بوزيشن. طب هنلاقي ان الكوساين هنا بواحد، والكوساين هنا هتبقى بواحد، الكوساين هنا بماينس واحد. ليه بماينس واحد هنا؟ عشان الساين هنا هتبقى ايه؟ نيجاتيف 1.
طب اخر مطلوب بقى عايز الانتي نود اللي كان بيسال الانتي نود عشان اجيب الانتي نود هعمل ايه؟ حلو تمام يبقى هساوي ايه؟ هقول ان الساين باي اكس مظبوط بلس اور ماينس 1. ليه قلت ان الساين هي الاي اوف اكس كلها بتساوي 2 بلس اور ماينس 2 واي نود صح؟ ف 2 واي نود اللي هي ايه؟ السته، فالسته هتكنسل قوي تضربها في الاخر الايه؟ الساين بلس اور ماينس 1. هكمل الباي اكس بتساوي ايه بقى؟ اود مالتيبلز من باي على 2 صح كده؟ نكتبها اود مالتيبلز اللي هي 2 ام بلس 1، و 2 ام بلس 1 ده رقم اود على الاثنين في الباي، والام دي بتاخد بقى فاليو 0 بلس اور ماينس 1 وهكذا تعيش يعني. طيب حلو قوي، الباي هتكنسل اوت تعرف تجيب الاكس؟ يبقى الاكس هتساوي 2 ام بلس 1 على الاثنين. طب في الكيس دي هناخد البوزيتيف بس للام. طيب هيبقى الام بتساوي ايه؟ ام بتساوي صفر تديني اكس بايه؟ بنص. ام بتساوي 1 تديني 3 على 2. طيب خلينا افكركم تاني بالنقطه اللي هناك لما كانت دي كانت ايه؟ كانت كوساين، وقلنا الانتي نود هتطلع عند ايه؟ الانتي نود لو عملناها على المساله دي هتطلع ان الاكس بتساوي لامدا على 2 تمام؟ فدي مختلفة عن اللي موجودة معانا. حد مش فاهم المسألة دي؟ حد مش فاهم المسألة دي؟ طيب كده السكشن خلص. بالتوفيق بقى في الامتحان. انتوا الامتحان بتاعكم يوم ايه؟ السبت؟ الفيزيكس، الفيزيكس. فيزيكس الحد؟ ام سي كيو. مفيش أي حاجة، هو أصلا الدكتور ما بيشوفش ورقتك. بيبقى فيه بابل شيت كده في اول الامتحان، حتى بتدخل رقم السكشن بتاعك بالبابل شيت، يعني الورق ده بيدخل على السكانر نص ساعه والنتيجه بتطلع.